بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: كيف سميت سور القرآن الكريم، وما سبب التسمية ببعض السور بأكثر من اسم؟ تسمى السورة بما يذكر فيها. نعم، بما يذكر فيها، فكما سميت سورة البقرة لما ذكر فيها من قصة البقرة، من قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله بذبح البقرة، وكما سميت سورة آل عمران لما ذكر الله فيها من قصة آل عمران، مريم وابنها عيسى عليه السلام، وأم مريم أيضا، إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ثم ذكر قصة آل عمران، فسميت السورة بذلك. سميت سورة النساء لما ذكر الله فيها من أحكام النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وذكر الله فيها كثيرا من أحكام النساء فسميت بسورة النساء الكبرى. وسورة النساء الصغرى هي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وهكذا كل سورة تذكر تسمى بما يذكر فيها من قصص أو غيره، مثل سورة العنكبوت أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها بيت العنكبوت: إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. سورة النمل لأن الله ذكر فيها قصة النملة مع سليمان فلما أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سمى الله السورة سميت هذه السورة بسورة النمل لأن الله ذكر فيها قصة النمل مع سليمان، أو قصة النملة مع سليمان عليه الصلاة والسلام. سورة النحل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها آيته العجيبة في خلق النحل وما يحصل منها من العسل الذي فيه شفاء للناس إلى غير ذلك، هذا سبب تسمية السور. ومنها ما هو توقيفي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنه ما سماه الصحابة. نعم، ويرجع في هذا إلى علوم القرآن. طيب، نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.